النهارده يا حبايبي عملت كيكة ناعمة، عايزين تعرفوا اتعملت ازاي؟ يلا بسرعة نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم يا حبايبي في مطبخ بيت العز، معاكم ام احمد. ان شاء الله النهارده اليوم كل حاجة بالمية جرام. نبدأ بسم الله نشوف المقادير. معايا النهارده هنعمل كيكة اسفنجية، معايا 100 جرام دقيق كوباية كاملة، ومعايا 100 جرام سكر نص كوباية سكر، ومعايا 100 جرام لبن برضو نص كوباية لبن، ومعايا 100 جرام زبدة، ومعايا 6 بيضات، ومعايا كيسين فانيليا. نبدأ بسم الله نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هنفصل البياض عن الصفار. معايا كوباية مية دافية، كوباية لبن دافية، مية جرام زبدة، عايزة حرارتها ما تكونش ساقعة ولا سخنة، فهي دافية عقبال ما حطيت الزبدة عليها هتبقى حرارتها في حدود كده 40 درجة أو 30 درجة بالظبط كده. ننزل بكوباية الدقيق، هنزل عليها بالبيض، والفانيليا، بعد البياض ما اتضرب
وبقى بالشكل ده نبدأ ننزل عليه بالمكونات اللي عملناها قبل كده. بعد ما حطيت الورق الزبدة هبدأ احط تحتها ورق ألمونيوم بالشكل ده. عشان ده خفيف مش هيستحمل النار. هبدأ انزل بالكيكة. هحطها في الفرن وارجع لكم تاني. وده الشكل النهائي للكوكة لما طلعت من الفرن. كنت بطلعها وهي دافية شوية. سويتها على 150 في الرف الفوقاني، وكنت حاطة في الرف التحتاني صينية فيها مية، مش تحت كيكة على طول، في الرف التحتاني، بتدي طراوة للكيكة، بتديها هشاشة كده جميلة، ما تجيش تطلع الكيكة وتلاقيها ناشفة. الكيكة العادية اللي احنا بنعملها، او الكيكة بالشوكولاتة، الكيكة اليابانية اللي انا عاملاها، او الكيكة الناعمة، اي كيكه بتعمليها لازم تحطي تحتها صينيه ميه، لو الفرن بتاعك اللي مفيهوش مروحه ولا حاجات دي زي بتاعي، بتديها طراوه وشكلها جميل جدا. بصوا طريه خالص وزي الاسفنج. دلوقتي هوريكم بقى وهي بتتقطع. لها اسمين، الكيكه الناعمه او الكيكه اليابانيه. مع الطعم بتاعها يا جماعه مختلف شويه او كليا عن الكيكة بتاعتنا. شوفوا الشكل، وناعمة جدا. بصوا ما فيش مسامات خالص زي بتاعتنا فعلا، يعني اسمها حلو يعني. بص عاملة زي النهاردة عملت معاكم الكيكة الناعمة. يا رب تعجبكم الوصفة بتاعتي. لو عجبتكم ما تنسونيش في لايك وشير. كانت معاكم محمد من مطبخ بيت العز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.